اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ مبارك كله تمام؟ ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله. الحمد لله. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريب. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك كله تمام؟ ربنا يخليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم ناقدنا الرياضي الكبير. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله بخير. اقول لك حكيم على طول. افضل. كويس؟ طيب. ايضا ناقدنا الرياضي وصديقنا العزيز الاستاذ احمد عويس. ازيك يا عويس؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام. الحمد لله. تعال اخباري على طول. مالك تمام؟ لا طيب. استاذ محمد هبدا بحضرتك النهارده. لماذا دائما النادي الاهلي في القمه؟ لماذا هناك دائما اختلاف ما بين النادي الاهلي وبقيه الانديه في مصر وفي افريقيا؟ لان الاهلي مؤسسة بيشتغل بنظام مؤسسي، ليه نظام، ليه قواعد، ليه ضوابط. ايوه. يذهب مجلس اداره، ياتي مجلس اداره. الاهلي ماشي على كما القطار يسير. مهمه جدا النقطه دي. اتجاهه واضح واتجاهه محدد واتجاهه معروف للجميع. ده بيخلي النادي الاهلي دايما بيحقق اهدافه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العراقيل. اعتقد ان اخر سنتين وخصوصا بعد كورونا دي النادي الاهلي مر بظروف صعبه جدا الحقيقه، لكن بادارته الجيده والمميزه وبنظام المؤسسي ولوائحه وقيمه ونظمه وتقاليده اعرافه وولاده اللي خايفين عليه واللي منظمين، اعتقد كل ده يخلي الاهلي على القمه دايما. يمكن حتى اهل القمه اسمع على مسمى كان الاغنيه الجميله اللي كانت في احتفالات الاهلي اللي قدمت الاهلي بشكل حلو وشكل شيك وشكل محترم. دايما النادي الاهلي مميز، دايما النادي الاهلي واضح، الاهلي ليه اهداف واضحه ومحدده، هدفه قيم واخلاق ومبادئات قبل البطولات، ودي مهمه جدا في النادي الاهلي. أيوة. اللي الاهلي بيشتغل عليها، يعني ما حدش فوق النادي الاهلي، وبنقول الاهلي فوق الجميع وبناكد عليها. هو ده الشعار، ده اللي فوق ولاد النادي الاهلي كلهم تحت هذا الشعار بيشتغلوا من اجل النادي الاهلي، من اجل مصلحه النادي الاهلي، من اجل اعلاء قيمه النادي الاهلي. اي حد فيهم يعني عنده سعاده يضحي بمصلحته الشخصيه من اجل النادي، ومن اي حد فيهم بيخضع للمنظومه، للمؤسسه، للائحه، للقانون. كل ده كلام خلى الاهلي دايما في القمه وفي المقدمه. حتى الاهلي لما بيخسر بطوله ما بيقعدش يلطم الخدود ويشق الجيوب ويبكي على اللبن المسكوب. الاهلي بيفكر في اللي جاي بقى هو ايه، وده شفناه لما كابتن محمود الخطيب عمله بعد مباراه الجونه في الجونه مباشره، ازاي نزل يتكلم مع اللعيبه ويفكرهم بالمرحله اللي جايه اللي الاهلي بدا يستعد فيها. واعتقد ان ده هنشوف ثماره بدايه ان شاء الله من يوم 21 في السوبر. تفصيليا شويه بقى خالد، احنا مثلا خلينا نتكلم عن اي مشكله بتحصل مع اي نادي في مصر او في افريقيا. ان انت لما تيجي تتكلم عن ان بعض الانديه مثلا ما عندهاش او عندها مشكله مع اتحاد كره القدم في القيد مثلا، او ان النادي الاهلي مثلا عمره ما كان عليه فلوس للعيب الا ودفعها، حتى لو طلع حد وقال ان عليه فلوس بيجي يقعد وفي الاخر. هو ده من الفروق اللي بتخلي النادي الاهلي ايضا مختلف. بص يا كابتن، هو النادي الاهلي دايما ما عندوش حاجه يخبيها. بمعنى انه عارف عليه ايه وليه ايه وبيتصرف في الحدود دي وبينطلق في الحدود دي. ما بيسوفش، ما بيستناش حد انه ينقذه، ما بيستناش حد انه يمد له يد العون، ما بيستناش. هو دايما زي ما بيقولوا بيتحرك بمبادئه، بيتحرك بثوابته، مش عايز حد ان يقول له او يتقال عليه انه فلان ساعده او فلان تبرع ليه باي شيء، بمسانده، تبرع ليه باموال، تبرع ليه باي شيء. هو عارف حدوده ايه وبيتحرك. حتى في موضوع التبرع بتبقى هناك شكل معين للموضوع ده. مفيش حد بيعمل حاجه مع النادي الاهلي لما يكون مستفيد. على مدار التاريخ على فكره. نعم. بيكون كله مستفيد. هي بتبقى عملية متبادلة، عملية بتبقى واضحة. محدش يعني موضوع التبرع ده أصلا موضوع كبير جدا. ولو دخلنا فيه هيكون فيه قصص كتير جدا وحاجات بتتقال. إنما إحنا خلينا في القصة دي تحديدا. سبب تفوق النادي الأهلي في موضوع القيد إنه وموضوعات تانية كتيرة، إنه زي ما قلت لحضرتك ما عندوش حاجة بيخبيها، اللي هو كويسة دي. طبعا ما عندوش حاجة بيخبيها، وكمان ما عندوش حد يخبي عليه. وكمان ما عندوش حد يخبي عليه. بمعنى ان النادي الاهلي لما بيكون عليه فلوس او يكون عليه مستحقات، بتلاقي المطالبات وتلاقي القرارات طالع مباشره. اي قرار بيطلع من الكاف او بيطلع من الفيفا فجاه بيكون موجود قبل ما يكون عند اتحاد الكوره. انما دلوقتي في قرارات بيتم اخفائها على مدار مش يوم ولا اتنين ولا ثلاثه، على مدار شهور. الفكره الاكبر من كده ان لما بيكون في اخبار يتداولها الاعلام ان في ازمه حاصله بالفعل، بيطلع المسؤولين في اتحاد الكره بينفوا ده. هي دي الفكره، فكره انك خبيت، ولما خبيت
الناس هي اللي اتكلمت، ولما الناس اتكلمت برضو انت نفيت. فهي دي الفكره، ده مش موجود مع النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي مش مستني حد انه يساعده في القصه دي. برافو عليك. ايضا حكيم برضو عايز اسالك في نقطه اخرى، وعمرنا برضو ما سمعنا النادي مثلا الاهلي اتحجر على فلوسه في البنك او اتحجز على فلوسه في البنك من هذا اي حاجه من هذا القبيل يعني خلال الفترات اللي فاتت. انت عمرك سمعت عن حاجه زي دي؟ لا خالص. انا بس هتديني دقيقتين بس. ثلاثة. اربعة. في ميزه مهمه جدا في اداره ستة. في اداره النادي الاهلي ميزه مهمه جدا في اداره النادي الاهلي. كل اداره بتيجي بتشتغل على مجموعه من المشروعات. ايوه. بتبقى عباره عن المداخيل للنادي الاهلي اللي بتجيب له الفلوس. ايوه. بمعنى ان الادارات لحد مثلا كان الكلام ده بدا من ايام الراحل العظيم الكابتن صالح سليم اللي كان الكابتن حسن بدا فيه لما كان نائب رئيس نادي، بدا في موضوع الرعايه والبث الفضائي وكاس العالم للانديه، ده كان مؤخرا، دي كلها مصادر دخل، السوبر الافريقي وشركه الملابس اللي بتديك فلوس والاشتراكات والعضويات والمرحله اللي في الشيخ زايد. انت كمجلس اداره لما جيت، عشان الناس برضو بتبص بتحاسب مجالس الادارات مش شرط المجلس ده على انجازاته ككوره، انجازاته كانشاءات، لا مهم جدا في النادي الاهلي انه بيحاسبوا بعض على حاجه مهمه جدا ما حدش واخد باله منها. أيوة. هو ايه هي المشروعات اللي انت ضفتها عشان تجيب لي فلوس؟ ما انا مش عايز اقف عند البث الفضائي والرعايه. طب ما انا جيت في 2012 و2013 الكره وقفت. الكره وقفت، قعدنا سنتين ما حدش واخد دوري ابطال، لا رعايه ولا جماهير صح. فالمجلس اللي موجود دلوقتي، وانا مش عايز اخص، انا بقول المجالس اللي قبل كده حطت حاجات قلتها، المجلس ده حط ايه؟ حط عندك حضرتك موضوع بند الاسوار، ده ما كانش موجود، ده اتعمل جديد. مظبوط. الاسوار عند حضرتك ضفت مداخيل من السوشيال ميديا واليوتيوب، ودي مبالغ معقوله. عند حضرتك مشروع بيتم الانتهاء منه حاليا اسمه اهل اونلاين ستورز، مشروع الوحده الاقتصاديه، ده مشروع سنوي اللي بيوفر على النادي الاهلي فلوس كان بيدفعها ايجارات في ملاعب زي استاد السلام، انت بتلعب عليه ارض، بتلعب عليه ملعبك دلوقتي، وفر عليك مداخيل عضويات وبالتبعيه اعلانات لفرع جديد اللي هو التجمع الخامس اللي هيفتتح ان شاء الله المرحله الاولى منه في شهر نوفمبر. اربع مشاريع داخليه جوه مقر عندك مدينه نصر، من ضمنها الجراج، من ضمنها مجموعه الحاجات المشروعات الداخليه، وحاجات تانية زي مجمع بنوك في الشيخ زايد، دي مزايده اتعملت لثلاث بنوك وطنيه عملوا مجمع بنوك في الشيخ زايد. دول بيجيبوا دخل سنوي، المزايده او العقد اللي اتعمل 10 سنين بيجيبوا دخل سنوي ثابت. ضفت عندك مرحله تانية في الشيخ زايد، وده هيتبعها اعلانات داخليه ضف وخارجيه في نفس الوقت، وهتتحط في كراسه الشروط والرعايه اللي جايين، وهتشوف ردود فعلهم في الانكم بتاع الرعايه هيبقى الرقم اكبر. ضفت عندك وضع حجر اساس لمدينه رياضيه في الشيخ زايد اللي هيكون من ضمنها استاد النادي والمتحف، دي هتبقى بعد اربع سنين هتعمل مداخيل تانية، انا بتكلم على مداخيل مستقبليه. طيب المجلس اللي موجود ده وقف الحل لحد كده، عملت مداخيل في الفتره دي، وبالتالي أنا معلش، وبالتالي انت في الفتره اللي كان فيها الناس كلها مزنوقه، انت الدنيا الحمد لله مزنوق طبعا بس ماشي، انت بتشتغل بتاع، عملت مشاريع جابت لك انكم. طب انت وقف دورك احد، لا ما انا لازم اعمل خطط للي جاي بعدي. واحنا هو ايه الفكره ان الاهلي ادارات متعاقبه، ان المجلس ده بيكمل وقت، هو جزء منه اعضاء موجود مش موجود، هو حط افكار ومشروعات محل دراسه حاليا، زي مثلا المرحله الثانيه من التجمع الخامس هيبدا فيها مباشره بعد افتتاح المرحله الاولى. عند حضرتك ثلاث مشاريع، منها مشاريع بترتبط بعلاقتك بالجماهير بحيث تكون في علاقه بالجماهير، زي بتقوي علاقتك بالجماهير ومن غير ما تطلب منهم، انت بتعمل مشاريع مثلا اونلاين بتبيع حاجات، بتبقى في حاجات مثلا النجم بتاع الفريق يمضي لك على التيشيرت ده بكذا، دي المشاريع دي على فكره موجوده بره. في عند حضرتك زي علامه نادي القرن اللي بيتم حاليا الموضوع بتاعها هيتم تسويقها، زي علامه النجمه العاشره، زي عندك مشروع اربع اكاديميات داخل افريقيا ده بشكل مبدئي، وبيتولى الملف ده الاستاذ محمد الجرحي ومعاه الكابتن شطه بما لهم الخبرات. في مشاريع كتيره جدا محطوطه دلوقتي للمجالس اللي جايه، ما هو ده الفارق، ان بيجيب لك ازاي تضيف، انك تجيب مداخيل فلوس، عشان كده حتى لو في ازمه هتلاقي الامور ماشيه بشكل كويس جدا وسلس، حتى لو بدليل الاهلي لما حصلت ازمه كورونا ما خفضش جنيه واحد. الحقيقه ده وكان قرار تاريخي، قرار مجلس اداره تاريخي خالص. فده الادارات المتعاقبه بتكمل على بعض، وكل اداره بتيجي بتسلم اللي بعضها مشاريع شغاله وبتجيب انكم، وبالعكس افكار ثانيه، واللي بعده بيكمل سواء المجلس ده موجود او بعده كله هيكمل على بعض. كده خدت 11 دقيقه كده خدت 15 دقيقه مع اني معيش ساعه يعني، بس لا بس كلام الحقيقه محترم، وهو تفصيل لكل الكلام اللي احنا بنقوله. ده التطبيق الحرفي لكلمه الاهلي فوق الجميع. بالظبط كده، حرفي، تطبيق حرفي. هو مش فارق مين شرحه بالظبط، هو شرحه بالارقام وبالمشاريع وبكل حاجه، هو عاوز مش فارق مين اللي جاي،
طبعا. يعني ايه؟ يعني انا من دلوقتي مش مستني ان انا لما همشي من هنا فانا انا بشتغل عشان اسم النادي الاهلي فقط مش عشان حاجه ثانيه. اللي بنى فكره البراند للنادي الاهلي كابتن حسن حمدي، وبعدين جه بعديه المهندس محمود طاهر، وبعدين دلوقتي كابتن محمود الخطيب، وكل واحد بيحط افكاره والبراند مكمل، هو الاسم، اسم النادي الاهلي بيتطور، تسويق واداره وفكر النادي الاهلي بيعمل مكاسب من الاسم نفسه، لانك انت ده ممكن يجرنا لربط الانديه اللي المفروض تعمل دلوقتي. هنتكلم بعد ما نخلص الانديه. ربط الانديه هتبقى مسؤول عن بس لا ما دي لا خلينا بس في النقطه دي، لان انا برضو هبقى مش عارف هل ده كلام هيبقى حقيقي، بمعنى ان هي هيبقى ليها قرارات ملزمه ليها قرارات ملزمه بس كده كده الموسم ده، يعني هو برضو هو الموسم ده زي ما بيقولوا هو عام انتقالي، لان اغلب العقود بتنتهي هذا الموسم. فالموسم ده هو موسم انتقالي، ولكن السنه الجايه الاهلي هو القاطره اللي بتجر كل الكلام ده. انت بتقول الكلام ده عشان انت في قناه الاهلي بس. في شركات بتعمل نسب مشاهده، شوف النقط اللي بتطلع لمباريات النادي الاهلي في الدوري والنقط بتاعت اي فريق تاني في الدوري، هتعرف نسب مشاهده مباريات الاهلي عامله ايه، نسب الاعلانات، نسب الرعاه، الكلام ده كله. وبعدين النموذج الامثل للكره المصريه لتطبيقه، طبعا هم لسه هو نموذج الدوري الاسباني، لان نموذج الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه بياخدوا الجزء الاكبر، وطبعا بتتقسم نسبه وتناسب حسب البطولات وحسب المشاهده وحسب الجماهير، ارقام معينه فاعتقد انه هيبقى ده النموذج الامثل. نرجع تاني ليه بنقول الاهلي ما عندوش مشاكل، لان الاهلي مؤسسه ما بيديرهاش فرد، الاهلي مؤسسه بيديرها مجموعه من الناس. الموضوع ماشي قطر، وكل الركاب راكبه فيه، كل واحد بينزل في محطته، وكل واحد بيدير المكان اللي هو فيه. التسويق بيديره فلان، الاهلي الاداره الفنيه بيديرها فلان، التعاقدات بيديره فلان، كل واحد مسؤول عن الحته اللي هي فيه اللي هو فيه. عشان كده ما تلاقيش مشاكل في النادي، ما تلاقيش لعيب طلع اشتكى النادي الاهلي، ما تلاقيش لعيب كوره ليه مستحقات ورفع قضيه. ممكن يكون في لعيب لانه في فترات الانتقالات بين مجالس الاداره في لعيب مشي فما خدش مستحقاته فرفع قضيه فاتحكم له وخدهم واتحلت القضيه. ما شفتش انا الاهلي قبل كده اتبعت له جواب ايقاف قيد او حد مدرب مشي من غير ما ياخد مستحقاته. فايلر كسب بطوله الدوري ومشي، خد مكافاه بطوله الدوري قبل ما يمشي، رغم ان كان فاضل في الدوري تقريبا 6 أسابيع، 6 ماتشات خد مكافاه بطوله الدوري لانه حسم بطوله الدوري قبل نهايته. فالاهلي عنده القدره الماليه والاقتصاديه انه يقدر يسدد كل ما عليه ويبني للمستقبل. عنده القدره لان عنده العقول. عنده العقول اللي بتقدر تعمل كده، او يعني هي همها في النهايه. وخلينا كلنا نشترك في هذا الامر، يعني مش عايز امشيها كل شويه حد يتكلم فيه. ولكن لا، ما عبد الحكيم مش هيتكلم تاني، وكلام خلاص خلاص كده. شكرا عبد الحكيم، متشكرين. السلام عليكم. لا انا بتكلم ان الحمد لله النادي الاهلي فيه الكل بيشتغل عشان اسم النادي الاهلي فقط، ما حدش بيشتغل علشان ان هو اسم محمد اسلام الشاطر ولا محمد القصي ولا خالد ولا لا، هو بيتكلم عن او بيشتغل على اسم واحد فقط، وهو اسم النادي الاهلي. وبالتالي كل الافكار رايحه في اتجاه واحد فقط، وهو اسم النادي الاهلي. بالظبط. هو اهم حاجه طبعا، يمكن هبدا من النقطه اللي انتهى منها عويس، اللي هي القدرات البشريه اللي بتدير في النادي الاهلي. وقدرات كلها ملتزمه، وقدرات كلها منضبطه، وكلها بتخضع لقانون النادي الاهلي. ايوه، ما حدش بيقدر يتجاوزه. فالاهلي منظومه وكل واحد ادواره محدده بيشتغل فيها، ومحدش بيتدخل بدور الاخر. ودي نقطه مهمه جدا، يعني ما تلاقيش مجلس اداره بيتدخل في كره القدم الا في الاطار محدد، ولا في عمل المدير الفني، ولا في التعاقدات. يعني كل جهه شغاله مع نفسها بشكل جيد وشكل مميز. وكل عقليه بتيجي تدير النادي الاهلي بتديره بنفس الشكل وبنفس السيستم، ولا تجرؤ ان يتجاوز ده. يعني لا تجرؤ، حمايه للاهلي، حمايه لمصالح الاهلي، تقدير لجماهير النادي الاهلي. حتى جماهير النادي الاهلي لها قانونها ولها نظامها. فالمنظومه كلها الحقيقه بتسير بشكل دقيق جدا، شكل منظم جدا، شكل محدد. وده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في المقدمه وفي العلالي، وماشي بنظام ما بيتعرضش لاي هزات ممكن تاثر عليه. انت عارف يا استاذ محمد، كيفن جونسون اللي هو المدرب العام مشي او جاله عقد فاعتذر عن، ما تحسش في حاجه حصلت اصلا. مدرب مشي، تم تصعيد الكابتن سامي واكتفوا بمناسبه جونسون، وهل هيجي مدرب تاني لسه ما. بس تحس انه القطر ماشي، مفيش حد. حتى الراجل بمناسبه المستحقات، الراجل
تم تاخير يعني عشان تعرف بس النظام الاحترافي مثلا بلغوهم النهارده ان الراجل ماشي 48 ساعه الراجل قال له اخر واخر مشانك 48 ساعه عشان تاخد فلوس قعد خلص كل حاجه كل حاجه تخصه وخد فلوسه تحويل البنك بتاعها تمام وسافر بعد موسمين ال 48 ساعه هو ويوشا هو ويوشا خدوا فلوسهم قبل ما يمشوا ب 48 ساعه بالظبط بعد موسماني وسافروا ملوش عند النادي الاهلي اي حاجه. طب ما تيجي نرجع لورا شويه اتفضل هندريك اللي كان ليه فلوس والنادي الاهلي ما حدش حاسب حاجه خالص. النادي الاهلي اول ما جه قال لك احنا عارفين حقوقك احنا عارفين انت ليك فلوس ده هو ده دي النقطه اللي كان بيتكلم فيها عويس اللي هي فتره انتقاليه ما بين بالظبط عارفين بس انا كمان مجلس الاداره يعني. لازم امشي في كل الخطوات للاخر عشان ما حدش يقدر يقول لي انت فرطت في حق النادي الاهلي وحتى حقوقك بالظبط. اللعيب اللي هو كوليبالي كوليبالي لما هرب كان في مجلس اداره تاني الفكره النادي الاهلي فضل مكمل مجلس اداره جديد النادي الاهلي وقف القيد تقريبا للنجم الساحلي لحد دلوقتي لا هيتطبق من يناير اللي جاي وحصلت مفاوضات والاهلي رفض الكلام اللي هو عايزه. فالحقيقه انه التعاقب بين مجالس الادارات بالظبط تحس ان هو مفيش ما تعرفش مين كان انت وصل لمرحله دلوقتي انت مدين الانديه اللي بره يعني النادي الاهلي مش بس عليه فلوس او 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 مثلا ليه فلوس لا ده ليه فلوس النادي الاهلي ليه فلوس عند ستوك سيتي وليه فلوس عند النجم الساحلي واقف القيد في عند النجم الساحلي لانه بيدور على حقوقه هندريك ليه فلوس ما حدش قدر يقول له انت بتعمل اجرالدو هو ماشي هو بيسوي فلوسه واخدها شهريا بيروح له المقابل المادي بتاعه التحويل المتفق عليه لما يتاخر على شيء مفيش حد مفيش جواب جه للنادي الاهلي او جه لاتحاد الكوره او جه من الفيفا يقول ان النادي الاهلي ده عليه مشكله. بعكس ده في انديه النجم الساحلي مثلا تواصل في وقت من الاوقات مع النادي الاهلي علشان يقسط العقوبه اللي كانت على كوليبالي. النادي الاهلي رحب على فكره وجدول المستحقات ساعتها وبرضه ما دفعوش وبالتالي بقى طب اعمل ايه تاني النادي الاهلي اعاد القصه تاني وراح تاني وخد حكم نهائي وبات. وعلى ما اعتقد كان التعاون في وليد ازارو وكان انديه كتير يعني انديه كتير بس عشان استكمل الموضوع النجم خد حكم نهائي وبات في الموضوع وكمان المفروض ان ايقاف القيد عند النجم لان القرار النهائي صدر وفتره انتقالات كانت اوريدي اشتغلت في تونس فقال لك هيتطبق عليهم بدايه من 3 شتويه يناير اللي جاي اذا يعني. انت كمان بتاخد حقوقك انت مش بس مش عليك فلوس لا انت ليك فلوس وبتشوف بما يحافظ على علاقتك بتلك الانديه في دي مهم جدا في الموضوع جزء مهم ان انت جداً في الاول كمان. رعيت علاقتك بالنجم الساحلي ومسؤوليه لما طلبوا وجه مندوب منهم وقعد مع كابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب ده تعليماته نعمل تسويه وديه وتم جدوله الموضوع. انت هنا رعيت مبدا العلاقات الجديده كل حاجه ولكن في النهايه انا عندي مصلحه النادي الاهلي عند الجمهور بتاعي لا مصلحه النادي الاهلي طبعا طيب واحنا بنتكلم في هذا الامر برضو جه في دماغي رخصه الانديه المحترفه يا استاذ محمد برضو رخصه الانديه المحترفه النادي الاهلي له رخصه في رخصه الانديه المحترفه مهم جدا ان انت يبقى عندك اللايس او الرخصه دي تحديدا علشان تقدر تشترك في دوري ابطال افريقيا تمام. هو الاهلي يمكن كان في مقدمه الانديه المصريه اللي اتحرك في هذا الاتجاه يمكن بقى له 3 سنين شغال على الملف ده وخلص اموره. كانت التاخر في اتحاد الكوره اللي هو ما كانش بيخلص لكن الاهلي كوجوده في افريقيا في دوري الابطال ومشاركته فيها ودايما بيفوز بالبطوله ويصل المراحل النهائيه فبيستوفي كل الشروط اللي تخليه يبقى جاهز لاي حاجه. زي مثلا لما اتحرك الاهلي في شركه كره القدم فبيتحرك مبكرا قبل ما حد يتحرك خالص مزبوط. فلما يجي القرار يبقى الاهلي جاهز. كذلك رخصه الانديه لما هتيجي رابطه الانديه دلوقتي خلاص انت بقيت في دوري محترفين رسمي عندك رابطه رسميه لابد ان كل الانديه تكون عندها رخصه هتلاقي ان الاهلي جاهز ومستعد لان الاهلي بيفكر لقدام وبيفكر الخطوات قادمه وبيعمل حاجات استباقيه كمان مزبوط. علشان لو حد جاله يكون هو جاهز ومستعد لكل الحدث وده دليل على اذا عنده ادارات بتخطط فعندك خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل بيشتغل عليها النادي الاهلي وعلى مدار ادارات كامله مش على مجال مجالس ادارات معدده يعني تمام. عايزين نتكلم برضو عويس انا بس عشان انا عارف ان انت عندك يعني نقاط كثيره في هذه النقطه بالنسبه لرابطه الانديه. رابطة الأندية المحترفة اللي تم تكوينها أو تم انتخاب 5 من بالتزكية خلال النهاردة كان ده حصل. طيب اللي احنا نعرفه أن رابطة الأندية هي اللي بتدير الدوري أو مسابقة الدوري. إذن من المفترض أن تكون قرارات رابطة الأندية هي قرارات يتم تطبيقها ملزمة ملزمة. هل ده هيحصل؟ هي هل الأول بس خلينا في السؤال المهم هل هي رابطة ولا لجنة؟ هي لا هي
هي مصدره لكل الاعلام اللي هي رابطه الانديه المحترفه. انما على اللائحه القديمه هي لجنه حتى الان بقى. حتى الان لم تعتمد. لو حد برضو عنده حاجه نشترك في اللجنه خاضعه لاتحاد الكوره واتحاد الكوره يفرض عليها سلطته. عشان كده الاهلي بعت جواب وقال ايوه بالظبط قال ان ما تعملوش الرابطه على اللائحه القديمه. على اللائحه القديمه عشان هي كده هتبقى احد لجان طبقا للائحه. لانه فاكرين يا جماعه اللجنه اللي اتعملت اللي كان بيروسها الكابتن حسن حمدي واللي هي اللجنه ولكن لجنه انا عندي سؤال. هي لجنه الانديه. لا كمل انت. هي لجنه الانديه. فهي لجنه ولا رابطه؟ هي لجنه. ولكن هل هيبقى ليها قرار ملزم؟ هيبقى ليها قرار ملزم السنه دي. بناء على ايه؟ بناء على اتفاقات اتفاقات كلام يعني؟ يعني هو انا عايز اسال. اتفضل. طب ما نسال اشوف بس خالد عايز يسال ايه. طيب ماشي وانا اكمل بقى. هو المفروض ان كان في مجموعه من الانديه عملت جمعيه عموميه وطلبت ان هي يكون في مطالب عاجله و15 يوم هنطلع للفيفا بوفد مكون من اربعه. انا هسال سؤال واضح ومحدد. راح فين؟ اذا لا مش كمان راح فين؟ هو دلوقتي اتحاد الكوره او اللجنه اللي موجوده دي اسمها دلوقتي لجنه او فتره شك فتره ريبه. مش عارفين هم مكملين ولا مش مكملين. لا هم مش مكملين. حلو. لجنه سابق انتخابات في يناير ممكن رسمي خلاص. بس الكلام مش ممكن. لا مفيش ممكن. طب والجمعيه اللي في انتخابات في يناير؟ ماشي هو بيتكلم عن نقطه ثانيه. لا هو مكملش اصلا. الجمعيه لا توصل اصلا. انت لازم 75 يوم من الاعلان. طب السؤال 75 يوم. انت 75 يوم لو عايز اوصل للسؤال ايه سبب اصرار اللجنه ان هي تعمل حاجه دلوقتي ملزمه المجلس بعده؟ طيب ايه هو سبب اصرار سبب اصرار اللجنه في ان هي تعمل حاجه لمجلس منتخب بعدها؟ ده هنشوف رد اساتذتنا ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خالد انت كنت بتسال سؤال مهم جدا. اتفضل. ايه سبب اصرار اتحاد الكوره على اقامه الرابطه او تاسيس الرابطه في التوقيت ده وهي رابطه خلاص هتكمل والاتحاد ماشي؟ جاوب انا. اتفضل. اولا لو جت بعد الانتخابات فهيبقى عدى من الدوري 10 اسابيع. جميل. فهيبقى خلاص بدا الدوري بشكل هم مش هينفعوا يغيروا. دي حاجه. الحاجه الثانيه الموسم ده بالنسبه للجنه الانديه هو موسم انتقالي. ليه؟ لان جزء كبير قوي من اللجنه بيبقى على البث الفضائي. البث الفضائي اوريدي السنه دي متباع لشركه برزنتيشن. فكده كده الموسم مكمل زي ما هو. البث الفردي اللي هو بيع الانديه فردي. الموسم اللي جاي هم هيبداوا في خلال السنه دي يحطوا قواعد اولا يعملوا لجنه مسابقات. انا سؤالي هنا معلش يا خالد معلش يا عويس. هل هو مضمون ان هو يقعد السنه الجايه نفس اللجنه؟ ما هو هيحط اسس حتى لو جت لجنه غيرها. انت بتحط قواعد. لسه هرد على كلامه اللي هو قاله. انت بكمل. مهم. انت بتحط قواعد للي جاي. أوكي. فهي اللجنه او الجي غيرها انت المفروض ان هو يكمل على نفس هيكمل على نفس. انت بتحط قواعد والانديه بتوافق عليها. ما الانديه مفوضه. ما هو 18 نادي اللي في الدوري مفوضين الخمسه والاتحاد الكوره مفوض الاثنين عشان اللي وصفيه عشان يكملوا الموضوع. فهم هيبداوا يشتغلوا على ملف التحكيم لانه يبقى عندك لجنه حكام محترفه. مين اللي هيشتغل على التحكيم؟ اللجنه السنه اللي جايه تبع ما احنا عايزين الكوره. لا السنه دي طبعا اتحاد الكوره. التصريح لاحد اعضاء اللجنه بيقول انا مش عارف السوبر تبعنا. السوبر اللي احنا فيه ده طلع التصريح النهارده مش قال لك مش عارف السوبر تبعنا ولا لا. الدوري بس. لا الدوري بس. الدوري بس. هو لا السوبر. السوبر ولا كاس مصر ولا اي حاجه. هي بطولات. ما هو عشان كده دلوقتي كمان انت. ما هي الفكره ايه؟ حقوق الرعايه. حقوق الرعايه ملك مين؟ حقوق رعايه بطوله الدوري العام ومسماه مسمى بطوله الدوري ملك اتحاد الكوره او هيبقى ملك بعد كده للرابطه. البث الفضائي وكل ما يخص الدوري المصري هو ملك رابطه الانديه المحترفه عشان تبدا توزع عشان تبدا تدي للانديه اللي طالعه من الدرجه الثانيه عشان تعمل. طب البث ده متباع اصلا السنه اللي جايه. ما احنا بقى احنا بقول لك ان هي فتره انتقاليه. هو موسم انتقالي. لان ما ينفعش تيجي السنه اللي جايه. انت عندك دوري بيخلص يوم الخميس بتبدا الدوري الجديد يوم السبت. طب طالما هو هيبدا يوم الجمعه ازاي؟ طالما هو يعني انت ماشي. يوم الجمعه ده فهو هيبدا السنه دي كلها يبدا يشتغل على مفاوضات البث الموسم اللي جاي على تقسيم البث عوائد البث. اذا ما كانش في داعي للاستعجال على لا مش ده الاستعجال. ليه؟ ما هو موسم انتقالي يا جماعه والانتقال ده بيتم فيه كل حاجه. لازم قبل الدوري. لازم قبل الدوري عشان في حاجه ثانيه عشان افهم. نسمع بعض بس عشان بس ده معناه كلامك ان في تخطيط. هو من امتى اصلا كان بيبقى في تخطيط؟ لا ما هو بص قد يعني يكون بقى. لا قد يكون. بدا هو من امتى انا بقول لك حلو هنتفائل. ماشي هنتفائل عشان انا يعني قريب شويه من الملف ده. انا بقول لك انه في تخطيط. اعتقد انه في تخطيط
واعتقد انه في رؤيه كبيره اللي جاي، واعتقد انه في ملف مهم جدا 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 في الكلام ده. ملف خلينا نشوف. على فكره ملف، على فكره هو شيء جيد جدا ان هو يبقى فيه تخطيط طبعا. انا نفسي في ملف مهم جدا بقى يا جماعه. لا لا في ملف مهم جدا، الاهم من ده كله يكون فيه شفافيه. هل اللجنه دي عاوز، بما انك قريب يعني من الموضوع ده، هل اللجنه ممكن تضع متحدث رسمي ليها يتكلم عنها؟ هيعملوا ده، هيعملوا ده. بس هو في حاجه مهمه كمان ما حدش واخد باله منها، واللي هي ازمتنا بقى الكامله اللي احنا طول الوقت عايشين فيها، ازمه النقل التلفزيوني. وده لانه بما ان البث الفضائي هيبقى مع لجنه الانديه، فملف البث التلفزيوني هيبقى مع لجنه الانديه، لان هيبداوا يفكروا ازاي تنقل هتبداوا تنقلوا مباريات الدوري بصوره افضل، عشان الفار بما ان لجنه المسابقات هتروح احنا عندنا اتحاد الكوره كل خمس دقائق كان بيشتكي الفار، ومش هنلعب ماتشات كاس مصر من بفار عشان مش متفقين هو الماتش ب 3000 دولار والماتش ب 500 دولار. كل ده في الموسم الانتقالي انت هتبدا تحط اسس وقواعد للموسم اللي جاي، مش اللي جاي ده اللي بعده. انما ما ينفعش تحط وانت مش جوه المطبخ، ما ينفعش تطبخ طبخه بس خدت وانت مش فكره يا خالد وانت مش في ايدك المقادير. بص وهي اصلا لو بتسالني على انطباع الشخص، انا وعايز اسمع راي استاذ محمد وحكيم. انا نفسي بجد نفسي بجد نفسي كل حاجه يعني دلوقتي الرابطه اللي دعا ليها والاسس ليها واللي طلب تاسيسها يعني هو اللجنه الحاليه برئاسه المهندس احمد مجاهد. اذا المفروض ان كل التحركات اللي هتحصل فيها شفافيه، وانا عندي اتجاه هذه اللجنه عقده من ناحيه الشفافيه الحقيقه يعني بامانه. يعني في حاجات بتحصل ما حدش بيعرف عنها حاجه، اخرها موضوع ايقاف القيد ده. انا هنا برضو في سؤال، اتحاد الكره هيتم توقيع عليه عقوبه من الاتحاد الافريقي لكره القدم لانه اخفى ان في عقوبه على احد الانديه المتقدمه للمشاركه في دوري ابطال افريقيا. أوكي. من يتحمل هذه العقوبه خاصه ان هي المره الثانيه؟ بس هنا بقى هل الاتحاد الافريقي ما يعرفش انه في عقوبه موقعه؟ في النهارده الفيفا بيخطر الاتحاد على ما اعتقد يعني الاتحاد القاري والاتحاد لو هو كده ما كانش الزم وما كانش خد تعهد من 17 نادي وما كانش خد تعهد ما كانش خد تعهد من الاتحادات المحليه ان النادي ده ما عندوش مشاكل. هو في الوداد عنده مشكله ولسه تمام. دي جزئيه النهارده في في تصريح النهارده لمصدر لموقع في الجول قال ان احنا شفنا تصريح لاحد المسؤولين في الانديه ان عنده مشكله في القيد وايقاف من القيد، ولم يصلنا شيء من الاتحاد الاهلي او الاتحاد المحلي، وسنحقق في الامر وهيتم احاله الامر الى لجنه. ممكن يبقى في عقوبه زي ما حصل 10000 دولار زي ما حصل قبل كده 5000 دولار. ودلوقتي انت هتوقع عليك 10000 دولار. دلوقتي مين يتحمل الخطا ده والفلوس دي 5000 دولار قبل كده والمره دي 10000 دولار؟ عشان كده سالتك يا عويس، انت واثق؟ واثق ليه؟ لان الناس اللي علاقه دلوقتي علاقه كل مترتب على بعض. لا لا لا, 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 لا القائم على ده هو القائم على ده. انت بتحاول تطلع من الدربكه اللي انت بتقولها دي لتحط طاقه نور او تحط خط. اتمنى كويس عشان انا مش كاره فلما نحط خط والناس هتمشي عليه وفي افكار بتتقال. بس اتمنى باللجنه الموجوده. اتمنى يعني انت اعتراضك على انا مشكلتي مع اللجنه طبعا. الاني لجنه الثلاثيه طبعا انت في كده ماشي اتحاد. ما هي اللجنه، هي اللجنه الثلاثيه اللي بتاسس الرابطه دي. ما انت ما تعرفش هتاسسها على اساسها لجنه ولا على اساسها هي رابطه. مش اللجنه دي مشكله برضو يا استاذ محمد. احنا يعني عايزين نخرج من الجدل ده كله ونتكلم ونوضح اكتر للناس هي الرابطه دي المفروض جايه تعمل ايه بالاساس. خلينا نتكلم في اساس الرابطه جايه تعمل ايه. دي الجزئيه المهمه جدا. هو حضرتك عارف يعني لا ما هنتكلم كلنا يعني نتمنى يعني بشكل عام كلنا مش عارفين بشكل عام بشكل عام كلنا اكيد هنشارك في حته الرابطه دي جايه تعمل ايه وهدفها ايه، وهل دي لمصلحه الكره المصريه ولا مش مصلحه الكره المصريه. المؤكد ان ده قرار اتاخر كتير جدا، وده سبب اللعبك اللي احنا وده سبب اللعبك اللي احنا موجودين فيها. فالنقطه اللي عايزين نوصل للناس ان هذه الرابطه هتدير دوري كره القدم بالكامل. اذا اتحاد الكوره بقى بعيد خالص عن الملف ده بنسبه كبيره جدا. هي هتدير المسابقه وهتدير بس، مع اتفقنا على ان موضوع البث ده مؤجل الى العام المقبل، ده ما فيهوش كلام علشان في عقود وارتباطات وحاجات زي كده وهنبدا نحاسبها. لكن شيء رائع ان هي تبدا من دلوقتي عشان تبدا تحط لوائحها وضوابطها وقواعدها وقوانينها اللي نقدر نشتغل عليها. مهم جدا ان احنا نبدا في الطريق، لان احنا كل ما بناخر فيها، لان بقى لنا خمس سنين بناخر في هذا الموضوع ومش عارفين نوصل لنقطه محدده فيه. فشايف ان احنا نتكلم اصلا في هتعمل ايه في المسابقه يا عم عويس. الرابطه دي يعني هي هتدير مسابقه كره القدم. الرابطه دي السنه ايوه الرابطه اللي اتشكلت. بتتكلم على السنه دي؟ ايوه السنه دي. هو المهندس احمد مجاهد ساب لهم منصب رئيس لجنه المسابقات، ما عينوش
لو تشوفوا اللجنه كلها تعينت معينش رئيس لجنه المسابقات معينش لانه لجنه المسابقات هيبقى الرئيس تابع لل ما اعتقدش هل انا ما قريتش كويس في ما هو من ضمن التشكيل لا هل ينفع واحد عضو في الرابطه يبقى يكون عضو في اللجنه ما اعتقدش بس هيكون مش على الاقل الحاج عامر حسين هيبقى مسؤول عن الملف ده هيبقى مسؤول عن الملف هو الاب الروحي للجدول في ترشيح على فكره ومهم ان هو كان بيقال انه اتحاد الكره قد يرشح حسام الزناتي ولكن اعتقد انه بسبب عمله في الجونه ما ترشحش هيحطوا مسابقه الدوري جدول الدوري هو طبعا عندهم مهمه صعبه جدا وممكن يكون جزء كبير قوي من القاء كره النار ان انت الدوري السنه دي محدش عارف شكله عامل ازاي انت عارف عندك كل اسبوعين كره اللهب زي ما بيقولوا يعني انت بترمي كره اللهب عند الجيران بس طلع في يعني كل التصريحات اللي طالعه لغايه دلوقتي ان هم لسه هيقعدوا وهيتكلموا وهيناقشوا الموضوع ده وهيحددوا شكل الدوري السنه الجايه هيبقى ازاي هو شكل الدوري السنه الجايه هيبقى عامل ازاي ليه ما هم هيحددوا لن يكون هناك تغيير في شكل مسابقه الدوري العام بمعنى انها هتبقى دورين كذا اوكي بس ازاي هلعبها في ظل ان احنا عندنا ازمات كثيره جدا عندنا ماتش يوم 9 وماتش يوم 12 وبعد كده الانديه الافريقيه هتلعب 16 او 16 و17 10 و22 و23 العوده ثم بدايه دور المجموعات هيبقى في لا وغير كده كمان لسه عندك ماتشين تانيين عندك 9 و12 او 13 اكتوبر ماتشين ليه 9 و12 9 و12 عندك 16 و17 وعندك في ديسمبر البطوله العربيه كاس العرب هو استنى بس عمليا صعب بنحسب الانديه دي في 10 و11 كلهم كومبليت بص مبدئيا مفيش كاس مصر دي برافو عليك ما هو ده سؤال من الاسئله برضو اللي انا عايز حضراتكم تجاوبوا لي عليها هنعمل ايه في كاس مصر اللي احنا المفترض ان النادي الاهلي بعد مباراه يوم الثلاث القادم ان شاء الله في السوبر المحلي عنده ماتش مع انبي السبت مع انبي في دور ال 16 انا هو عم كاس مصر يعني واضح ان كده مفيش كاس مصر لا في مفيش كاس مصر السنه ليه اللي جايه كاس مصر ما هو دلوقتي اجل لك دور الثمانيه ونصف النهائي يعني اجل دور الثمانيه ونصف النهائي هيتلعبوا امتى ما هو ده هيكمل ده في الموسم الجاي والموسم الجاي هو اللي هيلغيه لن يوجد كاس مصر الموسم الجديد يعني موسم 21 الكلام ده من شهر 21 22 مفيش كاس هو مصر. ليه بقى يا استاذ محمد ليه بقى يا استاذ حكيم ان هو ما يقدرش يلغي الموسم اللي بدا مظبوط اللي هو كاس مصر اللي بدا ده خلاص بدا عندك ثلاث انديه كتيره وصلت وفي نادي وصل يعني الزمالك وصل واسوان وصل بتروجيت وبالتالي انت تنتظر الفريق الرابع مهما الاهلي او غير الاهلي فهي المشكله مش هتقدر تنتظره امتى هيوصل لك امتى لا ما هو بقى ما هو كاس مصر على فكره انت بتتكلم على كام تنهي ما عندكش فراغات خالص ما هو لا ما هو الفراغات ما الفراغات هتبقى في الموسم الجديد لن يلعب كاس مصر في الموسم الجديد بص يا كابتن اسلام بعد اذن الاستاذ عيسى انا وجهه نظر المشكله عشان تطلع بطل كاس مصر عشان تلعب السوبر السنه الجايه بس يبقى عندك مسابقه السنه الجايه ما هو السنه الجايه تلعب اول وثاني دوري لانك خلاص انت موسم مكتمل فتبدا من الاول ان مفيش كاس مصر يا جماعه بالظبط انا وجهه نظر المشكله في الرابطه كاس مصر الموسم القادم الموسم اللي هو 21 22 انما 20 21 ده اتباع ولا والله اتلخبطنا ده متباع ولا لا هو متباع على فكره متباع في حقوق الرعايه طبعا لانه ملك يبقى هي ملك اتحاد مصر كره القدم هتعرف المشكله هتحسب عليه بينالتي بقى وغرامات و لا كده انت اديته القاضي طب نرجع للفار لا ما قال لك كده اديته القاضي بالظبط انا وجهه نظر المشكله اللي هتكون كبيره جدا في رابطه الانديه المحترفه يا كابتن واللي دي كانت لها تجربه سابقه هي تقسيم العوائد البث الفضائي ودي كانت لها سابقه قبل كده ايام الكابتن حسن بس اتكلمنا احنا في النقطه دي النادي الاهلي فارق بشكل كبير عن بقيه الانديه نفترض بسبب بطولاته مش بسبب الكلام يعني تعالى نفترض مثلا جدلا ان النسب اصل خد بالك يا كابتن الاجواء اللي كانت اخر سنه ما تبشرلكش ان اللي جاي هيحط قواعد منتظمه لتوزيع البث الفضائي تعال نفترض ان حطوا للاهلي مثلا قيمه اقل من القيمه اللي هو اقل ما انت خد بالك حضرتك شايف بلاش تحط اسم الاهلي يا حكيم عشان ما تعملش حساسيه عند الناس يعني اقول لك ايه اللي هيبقى في المركز الاول لا بشكل عام مرتبط لا مش مرتبطه بالمركز هي مرتبطه بعدد نقاط او 500 مليون جنيه المزايد الحاليه 500 ماشي اللي احنا فيها دي اللي احنا فيها اللي فاضل فيها سنه هل النادي الاهلي بعد كده هتقول له ما تعملش مزايد بس فضاء وركن احنا هنبيع مع خلاص السنه اللي جايه من ضمن عقود الرعي اهل وزمالك وكل الانديه تعال السنه اللي بعدها نقول له تعالى قسم هتدي الاهلي كام ما القضيه كلها انت عندك بتبص 40% تاريخ حسب التقسيم اللي كان قبل كده تعال نفترض الاهلي ما عجبوش التقسيم ما انت عندك الفتره الاخيره يقول لك ايه اصل 50 مليون اصل انا بيشجعوني 20 مليون وانت نزلت يقول لك انت نزلت عديتهم في الشارع بالظبط انت فاهمنا يا كابتن فالقضيه كلها لو حطيت للاهلي رقم ما كانش بالتقدير اللي انا شايفه كأهلي. انا كنادي اهلي هل انا ملزم ليه ان اكون موجود ضمن الاتفاقيه ملزم
ازاي بقى؟ لانك لا تلعب، ما بتلعبش دوري الدوري لوحدك. مش فريق تاني بيلعب معاك. لا بس هنا مبارياتي انا، مبارياتي انا. لا لا لا، ما هو انت بتبيع، انت ما هو دلوقتي هل انت اللي بتبيع بمبارياتك انت بس؟ الدوري هتبيعه جماعي ولا فردي؟ لا جماعي. لو قررت ان انت هتبيع جماعي، طالما ربطت يبقى جماعي. اه فانت هتبقى ملتزم بما ما تقرره ما انا بقول لك هو ما هي يا جماعه، ما هو ليه السنه دي الرابطه جت؟ عشان اللي احنا بنتناقش فيه ده. هتقدرها ازاي؟ احنا بنعرف الناس اللي بيحصل. بما انك قريب من الملف لا ده، مش رايه خلاص. لا انا عايز، لا لا لا، سؤال مهم برضو يعني. بما ان هي لجنه هتستقل باداره الكوره او باداره المساعده الدوري، اداره الدوري على فكره، احنا مش في عضوين، ليه في عضوين؟ احنا مش بنشتري العجله. اه ما هو ده رابطه الانديه المختلفه دي، بين الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري الايطالي ودوري السنغافوري. كل الدوريات اللي انت قلتها دي، في كل الدوريات اللي انت قلتها دي، في اثنين ممثلين للاتحاد في حسب تشكيل الرابط. كل ده حسب اللائحه. يعني انا يكون عندي سبعه، عندي سبع اعضاء، هو اثنين منهم تبع اللائحه، لان اللائحه اللي اقرتها الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم. طيب. اللي هي قانون ودستور الكوره في مصر. هو انت ايه اللي بيدير الكوره في مصر؟ الجمعيه العموميه. هي فين اللائحه بقى يا استاذ عويس؟ هنرجع نخش في حته ثانيه كده في الجنب. اللائحه بقى والرابطه دي، الرابطه دي على لائحه قديمه ولا جديده؟ عايزين اللائحه لو سمحتم، والنبي عايزين على قديمه ولا جديده؟ بس هم صناعه نقطه نظام والنبي يا جماعه، عشان موضوع اللائحه ده موضوع كارثي يعني. لغايه دلوقتي من وقت اللجنه الخماسيه اللي كانت جايه برئاسه السيد عمرو الجنايني، كان هدفها انتخابات ولائحه. صح. ما عملتش دي ولا دي. جه المهندس احمد مجاهد واحد انتخابات ولائحه وتسيير امور. بس الاستاذ عمرو الجنايني عمل لائحه بس ما اتنشرتش، عشان أيوة كده انا معتمد. انا ماليش دعوه، المهم ان هي تطلع وتعتمد. انت بتشتغل على اللائحه القديمه. طب ما هو المهندس احمد مجاهد كل شويه يقول ان اللائحه بعتها للجهات المختصه. وتسال الجهات المختصه. اسال الدكتور اشرف، ما انا يقول لك مش عندي. اذا هناك في حلقه مفقوده على موضوع اللائحه ده. موضوع اللائحه ده موضوع تاني كبير جدا. ايوه، لان هو انت من غير ما اللائحه تتنشر مفيش انتخابات اصلا. بالظبط. عموما هو موضوع كبير جدا، وهنفضل نتكلم عنه خلال الفتره اللي جايه. ولكن يا كابتن اسامه، قبل ما تتغادر النقطه دي، يعني احنا لينا طموحات وامال كبيره جدا في الرابطه. طبعا. لان الرابطه دي لو ما جاتش غيرت نظام كره القدم في مصر وساعدت في تطويرها، يبقى ما لهاش اي لازمه. على اساس الكلام اللي بيتقال يا استاذ محمد. ما هو بالظبط ده معناه ان هناك خالد بيعمل كده، بس هناك اهم حاجه نوع من التفاؤل على الاقل في الجنب ده. ده كويس. انا متفائل قوي. تمام. يعني اهم حاجه ان انا بس المتفائل. انت بس. انا متفائل. انا متفائل. انت واثق اهو الاثنين اهو. لا انا متفائل بالرابطه إذا, آه. اذا 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 اتعملت صح. انت متفائل بطبعك. واذا كانت ليها سلطات. انت متفائل بطبعك. هو الحقيقه ليس عايز اكمل الفكره. خلينا نكون واضح. انا اسف ان قاطعتك. ليس في الامكان اسوا مما كان. يعني اسوا مما كان. مهما كان السنه اللي قبل. مهما كانت اللجنه اللي جايه او رابطه الانديه اللي جايه، مش هتكون اسوا اللي بيحصل لنا. اللي دوري يقعد 14 شهر. فالحقيقه ده ما بتحصلش في غير المده الزمنيه اللي حصل جوه الدوري. او اللي حصل جوه. فالحقيقه كل البلاد، في كل البلاد. علشان تنجح. ومش جوه الدوري بس. تمام. يعني فالحقيقه اللجنه اللي جايه، يعني لو عملت زي اللي عملته فهي لا لا، ما هي هتعمل ايه؟ اول حاجه بعد ما يعلن الانتخاب رسميا الرئيس والنائب والامور تسير، عايزين نعرف اللائحه اللي هتشتغل عليها الرابطه، القانون بتاع الرابطه. عشان كده بيقول لك الشفافيه الاسس. ما عشان كده قال الشفافيه. وعايزين نعرف الفيفا لما تجيب الجوابات هتبعتها لمين. ايوه يعني احنا نعرف بقى. ايوه فلما تطلع الحاجات دي حضراتكم اساتذه كبار وعارفين، المفروض انتوا بيوصل لكم الكلام ده. لا ما بيوصلش. لا ما هو انا بتكلم من المفترض. انا بتكلم من المفترض. وصل واحد. نعم وصل لك. من المفترض عشان كده انت قريب الملف. كل واحد فيكم يجي له يتقال له يا جماعه احنا استاذ اوس احنا ماشيين على اللائحه الفلانيه، استاذ خالد احنا ماشيين على اللائحه كذا كذا كذا. مش ده المفروض ولا انا بتكلم؟ لا ده المفروض، وده ان شاء الله هنحاول يعني نوصل له في الحلقه الجايه باذن الله. متاكد؟ ان شاء الله. متاكد يعني. هتحاول؟ هنحاول والله، هنحاول بشكل كبير جدا. لكن بقول لك يعني مطلوب منها اصلاح ملف التحكيم، الفار، كل حاجه. المباريات وتنظيمها وتاجيلها وضغطها والمساحات اللي تكون في فراغات، ولما فرقه تروح تلعب بره ليها كام يوم، ولما تلعب هنا في مصر يبقى ليها كام يوم. كل الحاجات دي تبقى واضحه ومحدده والناس كلها عارفاها، علشان ما حدش يبقى فيه اعتراضات والامور واضحه جدا. انت عارف هقول لك على حاجه. انا كنت مسؤول عن الاعلام في احد في مجموعه السويس في كاس الامم الافريقيه. لما كان عندنا ماتش، اعتقد كان مالي وتونس. الماتش لا مالي وموريتانيا تقريبا. الماتش كان ميعاده الساعه 6، بدا الساعه 6:30 ثانيه. جالنا لفت نظر من الكاف للمدير المجموعه اللي هو كان حد من الاصدقاء الافارقه،
جاء لفت نظر ان الماتش ليه اتاجل 30 ثانيه ليه اتاخر 30 ثانيه احنا عندنا ماتشات بتتاجل بالربع ساعه اللعيبه ما يبقى انا ما شفتش ابدا استراحه بين شوطين في الدوري الانجليزي بتقعد اكتر هو الربع ساعه بالظبط احنا عندنا بتقعد 35 هو دقيقه هو ده الكلام اللي انت بتتكلم فيه او هو ده الكلام بقى اللي احنا عايزينه ان احنا خلال يعني التفاصيل الصغيره على فكره هي اللي بتعمل مسابقه هي اللي بتجيب شوف انت بتبيع المنتج كويس تمام انت اتكلمت على الدوري الانجليزي وضربت بيه مثلا طبعا هو هل يوجد مانع ان احنا نستعين بلائحه رابطه الدوري الانجليزي وناخذ منها ما يناسبنا ونشتغل عليها لغايه ما نبدا يعني احنا بنينا عماره دلوقتي عايزين تسأل... نشطبها على الطريقه الانجليزيه انا عايزك تسال السؤال ده للمختصين او للمسؤولين دلوقتي احنا عندنا على فكره احنا عندنا دلوقتي خمسه نقدر نسالهم احمد استاذ احمد دياب عماد متعب كابتن عامر حسين كابتن شريف صالح هو كابتن خالد رفعت ممثل نادي الزمالك وبالتالي واللي هو ثروت سويلم واللي هو صفي وبالتالي احنا عندنا دلوقتي سبعه كمان مش خمسه نقدر نسالهم في كل هذه الامور عشان نصل الى شكل نقدر نمشي بيه خلال الفتره الجايه او نقدر نتكلم عنه هل هيكون هناك تفاؤل ولا لا انا متفائل يا كابتن هنعرف كويس 2-2 الحمد لله اول مره نطلع من القعده لا ضربات جزاء انا متفائل لان قريب من عويس اللي هو قريب من الملف على فكره عويس رجع في كلامه وقال لك اسوء مما كان لا لا انت بتقول لا انت بتقول انا متشائم انا بقول لك انت متشائم هو طبعي موت فيما يدعو للتشاؤم اكتر من ان احنا بقالنا 5-6 سنين في مواسم استثنائيه للكره المصريه او كل شويه كل شويه انا ما بطلعش في الحلقه غير اقول ان السنه دي يا جماعه موسم استثنائي السنه دي برضو احنا موسم استثنائي واللي موسم استثنائي بص يا كابتن احنا سنظل في موسم استثنائي الى ما لا نهايه ما لم يكن هناك وقفه نقف كده ونقطه ونبدا من اول الصفر منظومه غير كده مش هينفع ده منظومه طب عشان كده احنا بنقول هل اللجنه دي هتقدر لو هتشوف يبقى كتر خيرهم ما قدروش بعدهم زي غيرهم كل هذه التساؤلات هتبان بقى خلال الفتره اللي جايه خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراه السوبر المحلي الاهلي وطلائع الجيش اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ محمد مباراه الاهلي وطلائع الجيش مباراه السوبر المحلي هل يستطيع النادي الاهلي الفوز في هذه المباراه ان شاء الله كده الاسئله الجميله المناقشه دي يا كابتن نطلع طبعا يعني السوبر مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مباراه بدايه موسم جديد مباراه بشكل جديد بشكل مختلف يمكن موسيماني اخفى علينا مباراه المقاولين خلانا احنا في حاجات مش عارفينها يعني هل هيبدا بشكل جديد ومختلف وهيدخل الصفقات الجديده ولا هيعتمد على التشكيله القديمه اللي كانت موجوده انا في توقعي ان هيعتمد على التشكيله القديمه ويبدا يدخل تدريجي يعني لكن طبعا هي مباراه مهمه جدا بالنادي الاهلي السوبر الاهلي عملاق مصر في السوبر كما هو عملاق في كل البطولات 11 سوبر ان شاء الله يكمل الدسته في هذه المباراه اعتقد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي والموسيماني واللعيبه والصفقات الجديده هنشوف شكل مختلف يعني قبل ما اتكلم عن الصفقات الجديده في البعض بيستسهل هذه المباراه خالد لا هي مباراه صعبه طبعا مباراه صعبه وبدايه موسم انت بتبدا موسم ببطوله الجيش افقدك نقطتين تفرق معاك طبعا وكمان نهائي الكاس ما كانش سهل طلع الجيش خاصه ماتش الدوري وماتش الدوري اخد نقطتين لا الماتش الاولاني احنا كسبنا في الدقيقه 93 الاولاني طبعا 91 الشوط الاول وجاي مباراه صعبه بس لو حطينا في اعتبارنا اتحاد الكره رد على النادي الاهلي ولا لا في لا ردوا لا لا يوجد اي لاعب عليه ايقاف خالص بفوق حسام حسن اللي كان طالع في يناير ده بنحمد ربنا ان في نادي تقصد الصفقات الجديده بنحمد ربنا ان في نادي قبل البطوله بكام يوم ما كانش عارف لسه ان في انديه ما كانتش عارفه لسه اللعيبه بتاعتها هتلعب ولا لا النظام يا كابتن النظام دي بطوله هتتلعب بس هو الموضوع في لعيبه جديده جايه من انديه ثانيه ما هو المفروض تكون دي في اليه اوتوماتيك اما هو برده ما هو ده جزء من لجنه المسابقات اللي هتتكون تبع رابطه الانديه يعني فاذا هي مباراه صعبه بكل البدل الاول ولا الفرق هي مباراه صعبه بكل المقاييس وده كان سبب زياره الكابتن محمود الخطيب على فكره بالمناسبه لمعسكر الفريق انك لازم يعني قاعد الحقيقه طبعا يعني لازم يكون لازم ربنا يديله الصحه قاعد يعني بيديهم وجود الكابتن محمود الخطيب اكيد اللعيبه عارفه قيمه المباراه وعارفه اهميه المباراه انما برضو لما تشوف رئيس النادي وطبعا لما يكون بحجم الكابتن محمود الخطيب اكيد بينقل الصوره ازاي البطوله دي مهمه للنادي الاهلي وازاي انك بتبدا الموسم ببطوله وان ده يفرق معاك اكيد من الناحيه المعنويه يفرق معاك جدا انك تبدا الموسم ببطوله. طيب على الكلام على الصفقات الجديده الحقيقه ان هناك البعض بيحاول التشكيك في بعض صفقات النادي الاهلي الجديده مش دلوقتي بقى في الناحيه الفنيه ولكن في ناحيه الاصابات. يعني النهارده الحقيقه كان معانا تقرير رائع جدا
وقد ايه النادي الاهلي هو المؤسسه الكبيره اللي بتعمل داخل منظومه الدوله المصريه في اتجاه الطب، بمعنى ان انت ما شفتش انديه كتير بتعمل مثل هذا الموضوع، ان انت تعمل اختبار طبي لكل اللاعبين. النهارده احنا كشفنا هذا الامر على الهواء مباشره، ان كان هناك كشف طبي لكل اللاعبين الحقيقه اللي تم التعاقد معاهم قبل ما يتم التعاقد معاهم. طيب بص يا كابتنين، اولا انا احب جدا لما حد يتكلم يعدي الكلام على عقله ويقعد ثانيه وبعد كده يدوره وبعد كده ينطقه. يعني انت بتقول لي بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. طيب بيرسي تاو اخر 3 سنين اعير لثلاث انديه بلجيكيه، وهو خضع لكشف لما راح برايتون. برافو عليك. وخضع لكشف يعني، واحنا بنتكلم برضو احنا هنعرض الفيديوهات دي لانها كانت مهمه جدا ان احنا نعرضها لجمهور النادي الاهلي. فانت لاعب اعير ثلاث مرات لثلاث انديه بلجيكيه وخضع لكشف طبي لما راح من سان داونز لبرايتون، يبقى اربع مرات كشف طبي في انديه اوروبيه ليفل على الاقل منهم ثلاثه ليفل 1. تمام. ف الوضع دلوقتي ان لاعب خضع لكشف طبي اربع مرات، بجانب الاهلي لما جابه، انت عارف حاجه يا كابتن ان الاهلي بيحط شرط في كل العقود بتاعته الصفقات ان انا مش هحول القسط الاول او قيمه مقدم العقد الا بعد ما اللاعب يجتاز الكشف الطبي الكامل اللي بعمله. اللي هو حصل الطبع. اللي احنا شايفينه اللي هو حصل اللي يعني معرفتي فلوس. هنا نعم اللي هنا معرفتي هنا. ايوه طبعا 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 يعني كل نادي بيعمل بمعرفته. يعني مقدم تعاقد بيرسي تاو ولويس ميكسون لسه متحول اول امبارح بموجب العقود. ايوه تمام. فمش معقول ان انا كنادي هتعاقد مع لاعب هو كلام غير منطقي يا كابتن وغير مبرر، والنادي الاهلي بيتبع نظام طبي مع كل الصفقات بما فيهم شايفين عمار حمدو ده ابن النادي الاهلي اول ما رجعوه خضع برضه الفحص الطبي. البند ده موجود في النادي الاهلي تقريبا من 2011 بند النادي. امال ليه دلوقتي يا عويس؟ لا ما هو انت بقى عايز تشكك في الصفقات فبتقرر تقول ايه ده ايا كان اي لعيب. وعلى فكره هو مش اول واحد يقول عليه بيرستا و انه مصاب اصابه مزمنه. اي لعيب بيجي في الاهلي بيقولوا عليه جون انتوي مع ان في لعيبه في انديه تانيه ما لعبتش شوطين كاملين بسبب اصابات مزمنه وجون بملايين الدولارات. الفكره انه انت عايز شكك في صفقه كبيره زي صفقه بيرسي تاو هتقول اصابه مزمنه. طب ما هو اللعيب لعب قدامنا، احنا شايفين الماتشين لعبهم مع منتخب جنوب افريقيا على فكره يعني الماتشين. لا وعلى فكره ده لعيب كوره يعني ممكن يرجع في اربع ايام. اقول لحضرتك معلومه يا كابتن اسلام. شوف ده جري ده يسال بالمجهود اللي بيعمله بيرسي تاو. بيرسي تاو عمل ده وهو لما جه هنا اول مره. لا المره الثانيه الثانيه هو جه وعمل ده وجري ما كانش عنده مشكله، والمشكله ظهرت في الاشعه في المباراه صح. هو كان جه وعمل الممر الشرفي ودخل وجري في الممر الشرفي وكل حاجه كانت ماشيه. ايوه لا احنا بس حبينا ان احنا نوري الجمهور ان ده يعني هو ولو موجود هتلاقيه هو بيجري. ده كان هو مصاب على فكره. هو بيعمل ده هو كان مصاب. ظهرت الحاجه دي كلها في الكشف الطبي. الكشف الطبي يعني احنا في لعيبه بنجيبها واللعيب بيلعب مباراه بيتصاب عادي جدا بالظبط هي قدريه قدر. وفي لعيبه يعني طاهر محمد طاهر تقريبا اتعور في دماغه في خمس ست ماتشات. صح يعني اصابه مزمنه. لا وما كانش بيتألق دي اصابه مزمنه. اصابه مزمنه عاجبك ولا مش عاجبك؟ يعني ما بيتألقش غير لما يربطوا دماغه. يعني اول ما يتصاب بعيد ليه؟ محمد محمود مزمنه. يجي يلعب في التمرين يصاب، بيجي يلعب كريم نزفت. بس الحقيقه ان انا يعني اكتر من لاعب الحقيقه من اشد المقتنعين جدا انه محمد محمود. في كلام كتير على محمد محمود يا ريت احنا نتكلم في الموضوع. كلام كتير على السوشيال ميديا الناس للأسف. طيب انا عايز بس اتكلم في نقطه محمد. انا ما كنتش عايز الحقيقه لان ده كان حاجه شخصيه بيني وبينه. محمد من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا انا كاسلام يعني كشخص بقى بعيدا عن لعيب كوره. فانا كان ليا معاه مكالمه طويله جدا. طبعا هو من حقه ان هو يزعل ومن حقه ان هو يتضايق ده طبيعي. ده لو ما كانش كده يبقى احنا نشك انه لعيب اهلي اصلا. بالظبط كده. برافو عليك. طبعا هو بقاله سنتين ما بيلعبش. على فكره فنيا محمد محمود من اهم لعيبه مصر. ستار رائع في الماتشين يعني او في الماتش اللي شفناه. انما واضح ان وزنه زايد. يعني واضح ان وزنه زايد. ما لهاش علاقه اصل وزنه زايد. فهو متساب عشان يجهز. هو الكلام اللي قاله دايما حتى كتب كده على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. كتب ايه؟ كتب يا جماعه انا ما عنديش مشكله ان انا افضل قاعد احتياطي في النادي الاهلي الخمس سنين ولا الاربع سنين اللي انا قاعدهم. وبالتالي هو طبعا زعلان ومتضايق لان دي شخصيه النادي الاهلي بالمناسبه. هو يعني بيحظى بحاله تعاطف كبيره جدا. لا هو مين لاعب بيقعد على الدكه ما بيتضايقش؟ بالظبط. لكن في مدايه ايجابيه. لا في لعيبه موظفه ان انا عندي رغبه ان انا العب. لعيبه موظفه ما بتكملش. محمد مش من النوعيه دي. لا طبعا. يعني انا مش لازم يعني اتكلم عن كل ما يخص المكالمه، ولكن في النهايه
محمد يستحق التقدير، هينتظر لانه لاعب موهوب هينتظر لغايه لما ياخد دوره، وده اللي انا فهمته. عارف انه اجيري اجيري المدرب المنتخب المصري المكسيكي اللي كان قبل كان مقتنع بيه جدا، كان بيقول ان ده من احسن 5 لعيبه في افريقيا والله. طبعا يعني قال كده، ودي حقيقه ان هو واحد من لاعب عنده شخصيه، وانه هو نزل اول، هو ما عملش حاجه في الماتش مثلا هي غير ترقيصه مثلا، الترقيصه اللي عملها وكان باص كده حلو، بس اقول لك عشان الترقيصه دي ترقيصه مش اي حد اللي بيعملها، هي ترقيصه حضرتك برضو بتبين لك في الموضوع ده. يا ريت يا كابتن استنت فدنا في الموضوع ده، يعني خالد انت تقول لنا يعني انا بقول لك عشان كده، وانت لعيب جنبك زي محمد محمود لما بتشوفه، ما انا بقول لك عشان كده. السؤال برضو الثاني، هل وجود محمد محمود موضوع الاسئله النهارده طب هو المفروض كابتن اللي بيسمع. معلش لا انا بساله عشان هو لا لا هو لا لا مش هتعرفوا توقعوا بيه. انا بس انت الدكتور النهارده اللي عايز يسال يسال. على فكره انا قلت في بدايه الحلقه ان دي حلقه الاسئله، يعني كلاعب كوره دلوقتي ده معسكر طويل بنتكلم في 10 ايام، هل من الاصلح ليه والافضل ليه انه كان يتمرن بس مع زمايله واحتكاك مع زمايله انك ترجعه، ولا كان افضل انه يتمرن مع الناشئين؟ هي دي اللي انا اول مستبعد. معسكر يتخلله مبارياتين رسميتين ماشي، طب ما هو في لعيبه برضه مش هتلعب. وجهات نظر لا بس هي وجهات نظر المدير الفني. هو في الاخر انا عارف مين اللي هيلعب. انا بسال ايوه انا بقول لك هو في الاخر هو انا مش عارف مين اللي هيلعب لسه. انا عندي دلوقتي 27 لاعب اعتقد هم اللي موجودين. 26 يعني مش انا اقصد هيك كان هيفرق لو بقت 27. هو على حسب المدير الفني، على حسب المدير الفني على فكره، هي مدارس وكده ليها مغزى خالد معين، هو ليها مغزى معين ممكن يقول له مثلا ايه، عايز يعلي اللياقه البدنيه، عايز يخليك زي ما عاوز بيقول تخس 2 3 كيلو في ال 10 ايام دول. فانت هناك مش هتقدر تعمل احمال معينه مع الفرقه كلها، طب ما انت لو هتشتغل لوحدك خلاص اشتغل لوحدك وانت في البيت. طب ما هو بيرسي تاوي يا كابتن لوحدك على فكره. انا بسال السؤال ده عشان التوضيح. لا ممكن اصل هي مدارس دي ما تاخدش راي حد. في ناس تقول لك ان هو لو اتمرن مع زمايله يدوس اكتر ويمكن فرق ان هو بيتمرن كوره وفني وتكتيك وبدني ليه علاقه بالماتشات، وانه بيتدرب بدني عشان يخسس ويرجع لياقته. ده لازم تعمل له برنامج تجهيز لوحده بالظبط، فهو معمول له برنامج تجهيز لوحده. بعد كده خلي بالك خلي بالك انت بعد كده كمان راجع، انت هتقف شويه فتره الوقف دي هتقعد من 26 من 26 لغايه يوم 12 صح؟ يوم وقت طويل جدا هيتوقف. تكون جهزته بشكل بدني وفني بشكل ساعتها بقى نقدر نتكلم في هذا الامر. تكون قناعات برضه، هي في الاخر خلي بالك كل مدير فني ولو قناعاته طبعا، يعني على فكره وكل القناعات في الاداره الفنيه هي قناعات طبعا بس صحيحه طبعا. انا قبل ما حضرتك تختم بس في نقطه، انا اتمنى من لعيبه الاهلي يكونوا شافوا درس الترجي والاتحاد المانشستري اللي ده كان ماتش سوبر تونسي وكان برضه نسخه السنه اللي عدت زي اللي عندنا. الترجي بكل المعايير بتاعتنا هو الافضل، هو الاقوى والافضل. الفريقين اتعادلوا 1-1 والاتحاد المانشستري فاز بضربات الجزاء. اتمنى ان اللعيبه والجهاز الفني يشوفوا الكلام ده، لان مفيش ماتش مضمون، مفيش حاجه اسمها ان ماتش الكاس طبعا ماتش الكاس طبعا يا سنان. ماتش الكاس الاهلي لحد الدقيقه 93 كسبان 1-0 بجول كهربا، نصر منسي بيتعادل، الاهلي بيتقدم تاني في ضربات الجزاء بثلاث ضربات في مقابل ضربه، وبعدين اثنين لعيبه بيضيعوا من النادي الاهلي ورا بعض، وحسين السيد لو دخل وحط ضربه الجزاء كان بقى تعادل وروحنا تاني لضربه وضربه وكان بقت مشكله. فالحقيقه سنان ضربات الجزاء سنان مزعج جدا، هي مباراه صعبه جدا، ولكن في النهايه ننتظر ماذا سيحدث ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في مباراه السوبر المحلي. انا بشكرك استاذ محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا استاذ خالد، شكرا جزيلا يا حكيم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا عويس على وجودك معانا، اشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه هامه جدا ليله مباراه السوبر المحلي نادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. بكره هيكون عندي حلقه مهمه جدا مع كريم سعيد واحمد ثابت في حلقة هنتكلم فيها تاكتكس وكورة أكتر خلال حلقة بكرة إن شاء الله. أشكركم وأشوف حضراتكم على خير.